وعدلها هواء واطيبها ثراء هكذا وصفها العلماء الجغرافيا والاثار قبل حوالي تسعمائه عام ولكن هذا الموقع العريق بدلالاته التاريخيه يعاني لليوم من نقص حاد في الامكانيات الماديه التي تحول دون العنايه به على مستوى التنظيف والترميم وهو ما يتطلب بالضروره التدخل العاجل من كافه الاطراف المعنيه في مسعى لحمايه تاريخ بلادنا من الاندثار إذا مواصلين بالطبيعة استضافاتنا لهذا الصباح وكما قلت لكم اليوم باش نحكيو على التراث ويحضر معانا سي توفيق عمري اللي هو محافظ مستشار للتراث وباش نحكيو على تراثنا نقول لك صباح الورد سي توفيق صباح النور اختي مرحبا يعيشك نورتنا يا اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا آه نحكيو على تراثنا نحكيو على التراث التونسي نحكيو على المواقع الاثريه آه لانه آه اليوم في بعض في في عديد الاماكن في تونس الحقيقه وما يخفى على حد صيحات فزع نسمعوا فيها على المواقع هذه اللي يتم آه الحقيقه كان نجم نقولوا تدميرها لكن استنزافها فما حاجات قاعده تصير مش مش باهيه اليوم من المواطن التونسي بقله وعي بوعي الله اعلم فما اطراف قاعده بالحق تتدخل في في الشان هذا لذلك اليوم حبيناها على الاقل نفيقوا شوية الناس بالقيمة الكبيرة للتراث متاعنا القيمة الكبيرة للمواقع الأثرية راهو راهو كنز بتاعنا هذاك بالحق شكرا اختي منى اليوم قطاع التراث في تونس بالرغم من معناها الثراء متاع المخزون الاثري الكبير بمختلف معناها انواع وكسوة تراث مادي تراث لا مادي تراث تحت مائي عادات وتقاليد اليوم بالرغم من التنوع نتاعو بالرغم من الثراء متاع المخزون هذايا قطاع التراث في تونس يعيش في احلك فتراته آه والوضع ما يهمش كان آه معناه المواطن التونسي البسيط اللي آه شوفوا فيه معناه في اعتداءات ولا بالعكس اليوم تعدينا المرحلة ما أخطر آه مرحلة إن الدولة ومساهمة بشكل كبير في تدمير هذا التراث بالرغم كما حكيت أنت قلت صيحات فزاع أنا شخصيا معناه باسم النقابة الأساسية سلك محافظي التراث وجهنا للسيد رئيس الحكومة لل معناها الحكومات المتعاقبة الوزارة الثقافة وجهنا لهم معناها دعوات وجهنا لهم صيحات فزاع للسيد رئيس الجمهورية كيف كيف صيحات فزع لو قطاع التراث في تونس مواقع الأثرية والمعالم التاريخية قاعدة تدمر فما زحف اليوم من البناءات شوفوا مثلا ها اقرب حاجه منطقه كرتاج شوفوا في سبيتلا معناتها يمكن زادة زاد فما برشا مواقع كبيرة في الشمال في في بعض الأماكن في باجة في فرق. فما برشا أماكن مختلف ولايات مختلف ولايات الجمهورية في الجنوب زادة اليوم هل الهويه نتاعنا تراثنا هذه تاريخنا، يلزمنا نحافظوا عليه، اليوم كي نشوفوا حاجات قاعده تطيح معناتها ما فماش ترميم، ما فماش رقابه على بعض المواقع، فما زاده مساهمه من الدوله ومساهمه من المواطن، كل واحد هوكا مخلي هكاك الامر. اليوم يلزمنا نفيقوا بالحق معناتها، قاعدين نفقدوا في حاجات مهمه لينا كتوانسه لمستقبلنا. لانه هذايا التاريخ نتاعنا وهذايا الحضاره بتاعنا وحنا نحكيو على السياحه اليوم زاد السياحه الاثريه سياحه بالطبيعه اللي تنجم تستقبلنا عديد السياح من العالم ما نعرفوا 3000 حضاره تونس الحضارات اللي تعدت عليها معناتها صحيح اختي أه، منى الوضع كما حكيت لك معناها بارتو مختلف الولايات مختلف مواقع الأثرية اليوم ما عدناش نحكوا على زحف عمراني فقط اليوم نحكوا على تدمير لمواقع أثرية تدمير تدمير معناها اليوم ثم مواقع أثرية مهددة كبيرة مواقع أثرية بمئات الهكتارات مهددة كما مثلا نعطينا مثال بعض الأمثلة آه اليوم موقع الأثري بحيدرة اللي هو موقع معناها مفتوح للزوار مع المتحف حيدرة اليوم مزحف عليه واد حيدرة وهو مهدد معناها نجم أتومو قلعة كبيرة معناها من القرن السابع ميلادي وكانت مقر شنو المعسكر كيفاش ينجم يكون التدخل هنا في حيدرة مثلا شنو ينجم يكون كيف يكون التدخل خاصة لحماية من الواد هذا هل أنه ما نعرفش شنو اللي ينجم يصير فما أكيد أخصائيين في المجال هذا فلا هو معناها صارت قبل انه حكينا وصار حتى في مجالس وزاريه وتجبدت المواضيع هذه اليوم قطاع التراث ما نجموش نحكوا على دي كا بارتيكولي نحكوا على سياسه آه سياسه كامله على رؤيه لل للقطاع هذه اليوم مثلا موقع الاثري بحيدره وصارت اجتماعات آه ومجالس وزاريه وزاروه, وزاروه معناها خبراء من وزاره الفلاحه ومن معهد وطني التراث مختلف الوزارات لكن جميع الملفات تتركوا في في المدارج في الادراج ولجور انه يتيح موقع اثري كيف هكاك ومعناه زحف عليه الواد معناها ثم كان شنو باش نقولوا شكون يتحمل مسؤولية اليوم مواقع اثريه في في تونس فيها مواقع اثريه مصنفه معناها تراث عالمي، معناها ماهيش ملك للتوانسه ماهيش ملك للتوانسه فقط، ملك للإنسانية كاملة. ملك هو تراث كما ورثناه نحن على معناها أسلافنا، هو تراث معناها للأجيال القادمة. وهذا من حق الأجيال القادمة أنه معناها يحاسبوا نهار آخر باش يحاسبونا. لكن لهنا ديما ناكد نحن راه ثم نقابات اساسيه في معهد التراث ونحن كي تأسسنا القامه نتاعنا في 2012 ومشينا في تمشي مع مختلف الوزراء حكينا شخصنا عنا تشخيص كبير للوضع عنا مقترحات معناها ولكن قعدنا مع الوزراء كلهم في رئيسك. اليوم استوفيق بالحق باش نكونوا عمليين على الاقل صوتنا يوصل عطينا شنية اليوم لورجونس شنية الحاجه الاستعجاليه في اللحظه هذه اليوم شنو نجمو نعملوا ان شاء الله صوتنا يوصل على الاقل احنا اليوم حبيناه من خلال الاستضافه هذه نوصلوا صوتكم واضح نحن شكرا والحاجة نحب نشكر معنا الصحفيين وكل المؤسسات الإعلامية اللي ساهمت في التعريف بمشاكل قطاع التراث كيما عندها دور وطني في التعريف بتراث تونس ثم كونفونسيون بين وكالة حياة التراث والتلفزة الوطنية من أجل معناها تصوير وتوثيق معناها المواقع الأثرية اليوم آه معناها الحاجات العاجلة واللي هي ثلاثة أربعة حاجات معناها أول أي. حاجة فيهم هي معناها فتح باب الحوار مع اهل الاختصاص م -م. مع النقابات الاساسيه الموجوده في معهد وطن التراث في وكاله تحيه التراث في الاداره العامه وتحيه كبيره بالحق خاطر قاعدين تشتغلوا غادي موظفين و و و والناس اللي تشتغل في المواقع ذي الحقيقه لانه عمل كبير قاعدين تقوموا به صحيح يمكن الناس ما مواطن التونسي ما يعرفش الاختصاصات بالقدا بالقدا لكن راهو فما برشا برشا عمل من اجل المحافظه على الـ الـ الكنوز نتاعنا هذايا لانه كنزنا هذايا. اي نعم يعني هو كنز هذاك علاش قلت لك لهنا نوجه انا شخصيا باش نوجه دعوه من منبر هذا الى السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الحكومه لفتح باب الحوار لاهل الاختصاص لسماع معناها الصو الرؤيه الثانيه ما تسمعش الاداره فقط اسمع المجتمع المدني ثم ونشكر برشا جمعيات المجتمع مم. المدني وبرشا مواطنين اللي قاعدين معناها يفيقوا في العباد يفيقوا في الاداره يفيقوا في الوزارات معناها قاعدين ننشروا في, في الإشكالية معناها في الاشكاليات الحاصله معناها لهنا ثم صوت اخر يزمو يتسمع والصوت هذا عنده بديل عنده بديل لمشاكل قطاع التراث وراه ماهيش صعيبه معناها نحن طلبنا حوار وطني حول قطاع مشاكل قطاع التراث طلبنا أنه خمسة وستة مؤسسات تعنى بالتراث وتراثنا مشتت بين, نعم. بين مختلف هذه الهياكل يجمعوها في مؤسسة واحدة مثل ديوان وطني للتراث على غرار ديوان وطني السياح على غرار ديوان وطني للصناعه التقليديه لتركيز المجهودات سير. اليوم يلزم تركيز مجهودات اليوم فما اولويات يلزمنا نقف عليهم واكيد الحوار هو اول حاجه ويلزم التراث يكون من اولوياتنا في المرحله الجايه التراث أرى اخر معناه الاعتمادات نحن عندنا في في المعهد الوطني للتراث عنا سنوات ما نقشوش ميزانيه التراث عندنا سنوات يجينا انا ان من وزاره الماليه وزاره وزاره الثقافه يعدوه المعهد الوطني للتراث معناها الـ الـ الامكانيات ما عادش معناها تسمح بانه معناها تسير مم. مؤسسه كيفك اليوم معهد وطني التراث معناها في الوقت الحاضر يعني أنا نحن اليوم عنا من الاسبوع اللي فات عندنا انسبكسيون من رئيس الحكومه مم. وثم معناها ثم عجز في التسيير في المعهد الوطني للتراث عندنا عده مشاكل عندنا شبهات فساد مم. عنا تطاول معناها من عديد مسؤولين في المعهد الوطني للتراث على زملائنا في منطقه الساحل بكل اليوم معناها ثم احتقان كبير في الساحل ثم احتقان كبير في الوطن القبلي على كل هذه فما الامور كبيرة. الاشكاليات هذه في على المستوى الاداري اعطينا احنا اليوم ك قطاع التراث كقطاع التراث اليوم باش نخلي لكلمه الخطاب شنو هي الرساله اللي تقدمها اليوم للحكومه التونسيه لأنك اليوم تتواجه لسيد رئيس الجمهورية وكذلك رئيس سيد رئيس الحكومة من أجل الإسراع باش المواقع متاعنا وتراثنا ما يضمحلش واضح أول حاجة أنا بريسك ما عدا شهرين عدتهم مدام شيراز العتيري في وزارة الثقافة أنا بريسك عام ونص ولا عام ثمانية شهور من غير وزير عنا تسعة شهور مع بالنيابة بالنيابة نعم آه. معناها لشكيل الحقيقي ما طلبنا حوار كل مره نطلبوه عندنا اتفاقيات موجوده ما نفذوهاش تفعيل الاتفاقيات نفذو تفعيل الاتفاقيات الاتفاقيات ما فيش مطالب ماديه الاتفاقيات هو انقاذ تراث تونس انقاذوا هذا التراث اللي هو ملك البشريه ملك الانسانيه ملك الاجيال القادمه انقاذوا هذا كيفاش يصير رو مجله حمايه التراث تعاملت عام 94 وتنقحت مره في 2011 راهي مجله معناها فاتها الزمن فاتها زمن يلزم التحيين لأتيجة. ويلزم اليوم نواكب التقدم زاد حتى التطور العلمي على خاطر برشا حاجات التطور حتى الجرائم هي ايه. مجلقة هو هو قانون, ايه قانون ايه. هو قانون ايه. لا حتى في المحافظه ايه. وعلى غيره معناتها فما برشا حاجات لازم نخدموا فيها ادارتنا ايه. اداره كلاسيكيه تقليديه لا تعصير. تستجيب للواقع نعم. ونحن في سنك محافظه التراث النقابه وثم نقابه تسي معانا طالبين تغيير ايه؟ طالبين تعيين وزير نعم طالبين, طالبين فتح حوار نعم. طالبين معنا يقصوا مع منظومه الفساد الموجوده مم. والتراخي واللي اه ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه ان شاء الله الجاي خير لتراثنا وليكم الكل اكيد وبتبيع ان شاء الله رسالتك وصلت سي توفيق يعطيك الصحه لحضورك معنا شكرا. شكرا نورتنا وشكرا زيد على المحبة هذه الكبيرة هذه هي الحقيقة اللي نحسوه من خلالك واكيد مجموعة من زملائك الكل منخرطين في هذا من اجل انقاذ التراث التونسي بعجلة. بعجلة، حبي للتراث ما يضاهي حتى شيء قدام حب ابناء المعهد بمختلف اسلاكهم لتراثهم. حبيت نشكرك ونشكر نشكر الاخت ايمان السيد على صور وعلى برش صحفيين اللي هم قاعدين يقدموا أكيد للتراث التونسي. اكيد. على. على كل احنا في البرنامج هي زميلتي ايمان السيد عندنا فقره اه نقدموها هي تونسنا احلى لأن تونس بالنسبه لينا هي احلى ما في الدنيا وتراثنا كل مره نسلطوا الضوء على تراثنا على مواقع على ولايات على عادات على موروثنا الثقافي شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لحضورك معنا وإن شاء الله أكيد رسالتك وصلت احنا مصين بتبيع فقرة برنامجنا نمشي بحضر شاف أسماء اللي بتيت عليها شوية ويا ذنوبي كانت حضرنا الفطور اليوم <applause> <applause> يا عيشة كمون أنا باش نحضرو عملت المستحيل هكا باش يحضر حطيت كعبة مقلوب في الفرطة باش نوريها لكم من بعد طب حبيت أنا نوريكم خاطر سألتوني برشا المرة اللي فاتت قلتوا لي نحبوه يجينا تري الاسكالوب ورانا عملناه حسيلو حبيت نوريكم كيفاش نحطوا زيت أو زيت وزبدة في وسط قلاية أول حاجة ناخذوا بصل هوني كما قلت اختنموا الفرصة إذا كان عندكم أنواع متاع خضرة استغلوها وحطوها سفن يا ربي أخضر باذنجان أي نوع متاع خضرة شوي ججلين مرحي شوي زرعة كتان هوني حاولوا غشوا لماكسيموم كما قلت على خاطر ما همش بشي بها صغيرات باش نصب البصل وباش نصب معاه حاجتين يلزمهم ما يسيبوش الماء البصل والفلفل الزوز ما يسيبوش الماء علاش نجمو نذبلو مع بعضنا اوكي ما نجموش نحطو طماطم مثلا توا على خاطر موش باش يخلينا البصل نتاعنا يذبل وقت اللي نحبو البصل يكون ذابل مليح وكراميليزي نحطو طول فوق الملح نصبو طول فوق الملح وفلفل اكحل الملح هو اللي باش يخلينا البصل يذبل باهي هذوما ملح وفلفل اكحل ملح وفلفل وفلفل باش نخليهم يذبلوا هنا الدجاج او الصدر نتاع ولا الاسكالوب ولا البلون فولي ولا كيما تحبوا تستعملوا انتم النوعيه وانا البارتي نتاع الدجاج نتاعكم كيما قلت انا راني نصمتها شويه مش كيما باش نعملها مشوي مشوي وريتكم عرفت كيفاش شوينا طرف الدجاج كيما قلنا نار قويه ضربه منا وضربه منا ما من نقصوش في النار باش ما تسيبش الماء وما نغطيوش باش ما تسيبش الماء ذاك وقت اللي باش نعملوا اسكالوب غريي ولا بلون بولي غريي هوني وقت اللي باش نعملوا حشو في اي حاجه خاصه في لي ماذا بينا يبقى جوتو يبدا طري يبدا هكا طوندر معناه يبدا طري برشا وفيه الماء نتاعو البنين اول حاجه نعملها دوب ما نخليوه يبيض يولي لون الدجاج ابيض كيما هكا تتنحى الحموريه نتاعو وقتها نكونوا إن متاكدين انه مش باش يسيب لنا كميه برشا نتاع ما في وسط الكسكروت على خاطر لي والكل ماذا بينا ما يكونوش مبلولين مقلوب ولا باغيت فارسي والا سالي والكل باش نحيو كميه الماء هذيكا يلزم صمتة صغيرة ماء ملح أو ماء قارس أو ماء وخل من بعد نقصوها كي شوية لهنا نذبلو كما قلت اختنموا الفرصة في المرحلة هذه تنجموا تحطوا كمية كبيرة متاع خضرة وتخليوها تتشوى الصغير ماهوش هو شراهو باش يفيق حتى الكبير حتى ميكش خضرة انا القرع الأخضر ما ناكلوش كي يبدا مشوي نولي وناكلو نعمل طلع على الفور على خاطر عندي في كعبة مقلوب بنجيكم اي في الوقت بي. هي في كعبة المقلوب كيفاش عملنا حليناها بالقلقال اهيا باش نوريكم تراوت العجينه مدام سلوى أهي الفوي اللي حكيت لك عليها بكري هذه أنا مسميتها كا على خاطر فيها حرف ال الكاس إنه هذه الفوي اللي تبسس بها الغريبة الحمص أو غريبة الدرع هذه هي سلوى وإن شاء الله تجربها وتجيك ابننا باش نوريكم ال العجينة لهنا شوفوها هذه كما قلنا ما فيهاش زيت شوفوا قداش البات تريا باش نحلوها بشوية فرينة بيان سور. أما تحلوها وطول تحطها تطيب صباح النور منال صباح الخير مرحبا 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 منوله عايشك الفضل يفضلك يا منال مرحبا بك عايش يا عايشك قل لي طماط نتعبي طماطيه كونسنتري طماط كونسنتري تحب تعرف كيفاش تعمل طماط كونسنتري في الدار باه باه نجيو يا منال عايش اختي عايش <ك2000> ربي يفضلك ونهارك طيب باه هوني نضبلو كيف نشوفوا البصل ذبل بالكدا كيما قلنا ما نحطوش طماطم وما نحطوش دجاج بالماء نتاعو خاطر البصل باش يبقى ولا الخضره كل باش تبقى تتقرمش وماهيش باش تعجبكم في وسط الساندويتش هنا حبيت نوريكم البات قداش البات نتاعنا اغزروا قديش قداش مرخيه ومزيانه وطريه على الاخر كيما تراو فيها سهلة ما فيها حتى شيء خليتها ارتاحت نص ساعة ماذا بكم ما أكثرش وكملوا حلو بيديكم باش تجي فيها كالفقاعات الصغيرونين كيما هذه هذه المقلوب هذه اللي حطيتها بعد ما حليتها شوفوا اللون ما حطيت فيها شطر هذه جبن باش من بعد باش نسكرها هكايا باش نحط فيها الحشو باش نحط فيها زاد شوية خس وهذه كتريف جبن اختاروا نوع جبن اللي تحبوه وتحطها تسيب شوفها من تالي كيفاش بدلونها نقبتها بشوية بالفرقيطة هذه باش نحطها على الشيرة باش نحط في بلاصتها الكعبه هذه، ونحطها صباح النور نايله. صباح النور. مرحبا يا نايله. يظهر لي أنت نايله صديقتي متاع العادة ولا؟ أي أنا هي. مرحبا يا نايله، مرحبا بك يا نايله. يا عيش شوف أنا ايه بعد رضاية ربي والديّ نتمنى حاجة واحدة. قلّي. نتمنى نشوفك انت دام موناو واللي هزت عليا التليفون <applause> والله الرسمي لا مش نحبكم بركه ربي يفضلك ربي يفضلك انيسه انيسه الحجري وايمان الوسلاتي نقدم لهم تحيه هي انيسه الحجري هيك هي راني ريت السطح مين ما احلاها وكيفاش تحكي ما نحكي لك اي اي اي, أي. أي, أي. انيسه الحجري وايمان الوسلاتي تحيه ليهم كل مره يهز عليكم حد من الطف من الطف ما فهم أه؟ اي صحبات البرنامج أيه. باش نكمل وإيمان السيد وناورس كيف كيف، آه إن شاء الله ربي يفضلهم ويعطيك أنت على قد قلبك يا نيله، سلم عليك مدام منى وإن شاء الله توفى هالحوسة نتاع الكوفيد هذيا وبقدرة ربي نراوك على خير. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالحق نحط هذيا في الفور، أمنيتي الرأس. إن شاء الله يا نيله بقدرة ربي إن شاء الله نطلوا بحذاك ولا إجا أنت بحذانا. إن شاء الله. يبارك بيه لك. بيه بيه نسألك على المكونات نتاع اللبسيسه. اللبسيسه باهي نيله، عندنا لبسيسه وعندنا المحمصه معناتها عندي ولدي عمره عام ونص معناتها باش معناتها منها. باهي عزيزتي باهي نيله بقدرة ربي نسجلها وغدوة نبدا بكم أنتم التساؤلات نتاعكم. يعيشك. يعيشك نيله زين ربي فضلك. باهي هوني بعد ما ذبلناهم ريتهم كيفاش ولا كاراميليزي زي ولا لونه مزيان، هنا توا نولي نحط الدجاج وما عندي حتى مشكلة ما نخافش من الماء. وباش نفوح وبشن كما قلنا تابلو كرويه ليه هنا عندى شويه شوش ورد هذو مفحاتي انا اللى نحبهم مع الدجاج شويه شوش ورد شويه سكنجبير اللى هو الزنجبيل شايح وهنا شويه كليل وزعتر شويه كليله وشويه زعتر وحطيت الفلفل الاكحل نار قويه نار قويه باش الدجاج يبقى طري طريق لا تابل ولا كروية تخليوه يتشوى بالكدا بالكدا وياخلون مزيان نار قوية ما نغطيوش به توا باش نحط هنا عندي مغرفة نتاع ماكلة المتارد اللي هو الخردل ناخو هدايا اللي فيه الكعبات انا يبنن على الاخر ومن ابن ما فما وباش نحط شويه هريسه مسحه الجاز هريسه سوري خاطر ما نحبش نحطها على الخبز نحب نحطها في وسط الصوص باه ولهنا تحطوا مغرفتين كبار كريم فريش عاقده والا ليكيد كيما تحبوا وكيما قلنا النار قويه مش باش برشا وقت شوفوا ما احلى لونه بالهريسه للي يحبوا الحار سينو ما تعملوش الهريسه هنا باش نحط شويه انا كريم فريش ليكيد نخليه ياخذ دريج ما اكثرش ونزيدو كعبات طوماط سوريز ما نخليهمش لين يسيبوا ماهم وما قصيتهمش ديجا باش ما الساندويتش نتاعنا مبلول توا عنا الدجاج وعنا طوماط سوريز فيه وفلفل والخضره اللي تحبوا عليها انتم الكل مفوح مشخشخ بهريستو بالكريم فريش انا نحب كريم فريش في بلاصه المايونيز سينو كي تبدا مايونيز معموله في الدار ما فماش علاش ما نستعملوهاش وعندي الخص نجم تزيدوا معاهم بطاطا فريت او بطاطا في الفور الكعبات هذوك بتاع المقلوب من بعد نحطوا فيهم هالسكالوب كما قلنا ولا دجاج والا طن والا لحم فروم كما انتم ما تحبوا نكمل انا نطلع على الكعبه اللي عندي في الفور نحط لها الجبن نمشي للنغم بعد نشوف النتيجه مع بعض. مواصلين استضافاتنا وفقرات برنامجنا مستنسين بلبنى بدوي مدرب التنميه البشريه تكون حاضره معنا كنا في حلقات سابقه اكيد قديمه شويه أحكينا على البصمه لكن اليوم باش ناخذ اكثر تفاصيل مع المهندس خليفه احسونه اللي حاضر معنا باش نحكيه معها سي خليفه وكذلك مع لبنى بدوي على البصمه صباح الورد صباح الخير صباح الورد شكرا على هذه الاستضافه سعداء بوجودنا في التلفزه الوطنيه الحديث على هذا العلم الثوري ونحن ايه؟ في تونس الثوره يعني نعم اليوم نحكيو على بصمه أه لبنى الحقيقه انا أصباح النور انا اليوم نحب نسمعوا سي سخليفه باش ناخذوا بالطبيعه أه شنو هالعلم العلم هذايا وشنيه هالبصمه وكيفاش هالبصمه تنجم تغير فينا برشا حاجات تغير فينا برشا حاجات وتساعدنا على حياة أفضل م. وحياة فيها برشا تغيير سواء لأنفسنا أو م. لصغارنا وتورينا برشا حلول إمكانيات اللي نجموا نعمل بها حياتنا إذا إيش هي البصمة؟ البصمة اللي هي هذه؟ بصمة الشخصية بالطبع البصمة هي بصمات الأصابع اليوم ما نتكلم على علم ثوري كما قلنا هو م. تحليل بصمة الأصابع بصمة الشخصية هي تقنية تعتمد فقط على تحليل بصمات الاصابع لاصدار تقرير في اربع حاجات مهمه، اولا الشخصيه حسب نظريه ديسك، ثانيا الميولات حسب نظريه هولاند، ثالثا القدرات بما في ذلك القدرات قياديه اداريه الذكاءات المتعدده وما الى ذلك، رابعا المهن والوظائف المناسبه للشخص. علاش قلت لك اليوم نتكلم على علم ثوري ونحن في تونس الثوره ان شاء الله مع بعضنا نتعاونوا لنشر هذا العلم اولا لتقديم هذه الخدمه لمن يستحقها للناس الكل لخلق ثروة من هذا العلم الثوري يعني. به سي غليفة توا المشاهد يشوف لك تحكيو على ف... على بصمات اي انا البصمة مش تعمل لي معناتها باش تقول لي مثلا شنو ما الحاجات اللي لي... نافعين فيه اي كيفاش نجم تعاوني كيفاش نجم تخليني ناسس لحياة افضل لمستقبل ما خير المستقبل مخير مهم جدا السؤال وهنا سأستعير من الشاعر نزار قباني يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب نحن اليوم يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني أمل وكتاب أما الكتاب هو كتاب بصمة الشخصية أما الأمل اللي نحن ندخل لكل دار في تونس اليوم للمساهمة أولا في تحسين كل ما يتعلق بتربية الأبناء أنا اليوم فهمي لابني شخصيته فطرته ذكاءاته قدراته مواهبه لما لا مش خليني نتعامل معه تربويا خير خاصة اللي أنا مش نعرف احتياجاته الغالبة نحن الأمل اللي ندخل لكل دار في تونس للمساهمة في كل ما يتعلق بالدراسة لدى أبنائنا اليوم معرفتي بالذكاءات المتعددة سمات الشخصية نمط التعلم ابني كيف ياخذ المعلومه خير كيشوفها كيسمعها كيكتبها دونك هذا مش يساعدنا دراسيا الامل ندخل لكل دار في تونس للمساهمه في كل ما يتعلق بالتوجيه المدرسي والجامعي ان شاء الله بالتوفيق ونجاح الكل ابنائنا في البكالوريا غدوه يكملوا لكي. النجاح لكي. مهم وفرحه النجاح مهمه الفرحه الاكبر كي ناخذ التوجيه المناسب ليا نعم. اليوم بس من شخصيه نجم تعاوني باش نتوجه صحيح خاصه باش خليني نعرف شنو ما ميولاتي هذا اولا مم. ثانيا شنو ما قدراتي بالتالي اختياري نعم آه للمسار الدراسي مش يكون مناسب م -م. اكثر لي لبنى آه البصمه تخلينا آه نحسنوا في وضعنا نحسنوا نحسن. آه كيفاش نجم نحسنوا كما قلنا مع السي خليفه آه فسرنا كيفاش البصمه أكيد. آه هو م -م. هو الـ انا باش نزيد آه نكمل على اللي قاله الاستاذ آه خليفه آه اليوم باش نتعرف على شخصيه شخصيتي انا احنا قلنا ماو بدايه نبداو الرحله بينا نحن اليوم وقت اللي انا ما انا شنو هو شخصيتي كيفاش نمط التعلم نتاعها او نمط استقبالها للمعلومات كيفاش تستقبل كيفاش تفهم كيفاش هي تتعامل مع كل منظور في الحياه هذا مهم على الأخر اليوم عبر البصمات اللي هي البصمة اللي عندها علاقة بالخلايا العصبية اللي هي عندها علاقة بالجينات متاعي اللي هي تفسر احنا برشا في محاضرات مع الأستاذ خليفة نقولوا راهي البصمة هي شفرة هي شفرة قراءة الدماغ نتاعك هي شفرة تخلينا نفهمه الفطرة متاع الإنسان اليوم صغيراتنا كيف ما قال الأستاذ خليفة أنا ماشي في بالي أنا نعرف ابني ولا نفهمه ولا نفهم شخصيته لا اليوم نقول لكم راهو ثم علم ثم تقنيه نقدروا انه احنا نخلطوا بها للطفل ونفهموا شخصيته ونفهموا شخصيه اطفالنا اللي نعيشوا معاهم واحنا ماناش فاهمين كان المنظور كان اللي م. نحنا نجموا نفهموه واللي الاطفال نتاعنا نجموا يسلموه لنا سي البصمه هذه وتحليلها كيفاش يتمها لأنه ياخذ وقت الامور كيفاش تقنيا كيفاش يصير أكيد جدا بالنسبة لكيف يمكن الحصول على هذه الخدمة؟ كيف تتم العملية تقنيا؟ طبعا سهلة برشا نحن الاتصال بالمشروع يعني 26 80 35 35 لتحديد موعد مع الحريف وتوجيهه لأقرب ممثل ليه تولي يعني. إشعار سامحني آه عفوا آه نتأسف على خاطر بالحق ما في باليش باش تقول لي هكا باش آه ما ما مش, مش مشكلة توا توا احنا نحطوه على كي يتصلوا بنا إن شاء الله توا رقم الهاتف المدولة سادة المشاهدين لكن احنا المهم تقنيا كيفاش تصير كيفشت تقنيا كيفاش هي عاده تصير جلسه لمده ساعه على الاكثر يعني ناخذ فقط يعني بصمات الاصابع ومن خلال بالطبع البرنامج الكمبيوتر الموجود يتم اصدار تقرير كما قلنا تقرير بصمه الشخصية يعني من 60 صفحه تقريبا 21 معلومه مبني على ست نظريات علميه معتمده، معناها مش اليوم مش نلقاو معلومات كما قلنا تهم الشخصيه حسب نظريه ديسك، سماتها نقاط قوتها ربما نقاط تميزها وما الى ذلك ميولات الانسان حسب نظريه هولاند القدرات الانسان المهن والوظائف المناسبة اللي معناها اللي اللي هو يعني م. بالطبع كما قلنا المعلومات هذه مهمة في تربية في قراية في توجيه أي. مهمة زادة في علاقاتنا الإنسانية خاصة العلاقات الزوجية م. اليوم فهمي لذاتي وفهمي لشريك حياتي دونك مش خلينا نتعاملوا أفضل وكذا مهمة اليوم لأبنائنا في إطار بعث المشاريع اليوم م. مش نعرف شنو ربما قدراتي. المجال اللي يتلائم مع قدراتي يتلائم مع ميولاتي م. مهمة أكيد زادة للمؤسسات اليوم في التوظيف في علاقه بالتعامل نعم. مع الموظفين العمل الجماعي اداره أي. التغيير وما الى ذلك نعم. يعني سيديو آه بروفايلينج يعني. اي اي أي. علم مهم برشا هذا ويعتمد خاصه في الخارج يعتمد له. نعم يعتمد في عده بلدان ونذكر منها معناها اليابان نذكر منها امريكا نذكر منها الاتحاد الاوروبي نذكر منها خاصه الاتحاد السوفيتي اللي في في حقبه زمنيه معينه كنا نراو ان الابطال نتاعهم معناها يلبسوا فيهم في الميداي واحنا باهتين هو هما اكثر نسمعوا ديما كلمه اكثر منا ذكاء ما فماش اكثر ذكاء ثم اكثر تقنيه قرب للشخصية فهم الفطرة اللي تخلق عليها الإنسان اليوم نقدموا معناها تقنية من من أحدث التقنيات الموجودة إحنا نعرف من جملة التقنيات الموجودة ثم حتى معناها بصمة العين. اللي هو هي توا معتمده في المطارات ومعتمده في عده دول أه لكن بصمه الشخصيه اللي هي تعتمد معناها تعتمد عفوا البصمات بصمات الاصابع هي من احدث التقنيات اللي تخلينا ناخذ كيف ما قال الاستاذ خليفه الانسان في في عده ميادين المجالات اللي هي الذكاءات اللي هي كيف يتعامل مثلا الطفل مع الدراسه كيفاش نجم نوجه اطفالنا اليوم خير وافضل توجيه المدرسي آه اليوم عندنا معناها ما شاء الله احنا في البكالوريا معناها ان شاء الله نلقاو نسبه نجاح متميزه اليوم في تونس اليوم نلقاو انه مهم جدا انه احنا نمشيو اكثر للعلم نمشيو باش يعاوننا العلم انه احنا نفهموا صغيراتنا نفهموا انفسنا نفهموا الناس اطفالنا شنو هو القدرات نتاعهم وين نجموا نحطوهم القدرات هذه على خاطر مره الزمن اللي احنا نتعاملوا مع العقول البشريه كيف ما جي جي. يلا قرا و.. و.. وتعلم وخذي نتيجة وخذوا شهادة وفي بعض الأحيان وفي كل الأحيان نلقاو أنه برشة تلامذة وقت اللي يعملوا التوجيه للأسف يخطئوا الاختيار وقت يخطئ الاختيار تخليه يخسر عامه اليوم احنا نجموا الربح العام يعني اليوم كي نحكيه على البصمة نحكيه على ربح وقت في ان احنا نفهموا صغيراتنا ونفهم رواحنا ونجم نوصلوا الصغير انه يعتمد النجاح نتاعه بكل في كل علميا هذا تم اثباته اكيد هل انه فما آه معناتها الات خاصه هل انه كيفاش تصير العمليه؟ آه بالطبع هو من الاسئله الشائعه يقول لك ما علاقه البصمات بقدرات الدماغ وشخصيه الانسان وما الى ذلك. طبعا انطلق العلم هذا من منذ 200 سنه تقريبا من خلال تتبع يعني آه الاجنه اكتشفوا العلماء اللي الجنين من الاسبوع 13 للاسبوع 19 في بطن امه يعني يتزامن تشكل مخه مع تشكل بصماته مع البحث تتالي البحوث يعني تولد صغير يعني مشوه بدون مخ لاحظوا العلماء اللي هو بدون بصمات يعني مع تطور البحث العلمي اكتشفوا العلماء اللي البصمات بشكلها بتفاصيلها بعدد خطوطها وما الى ذلك في علاقه كبيره بالقدرات الدماغ خاصه اليوم الناس كل نعرفوا إيه اللي الدماغ الانسان يعني معنا نصف يمين نصف يسار ونحن عندنا يد يمنى يد يسرى يعني كل نصف يعني دماغ يعني فيه خمسة أجزاء ونحن عندنا خمسة أصابع تقريبا اليوم الخمسة أصابع متاع اليد اليمنى هي عبارة مشتقرة الخمسة أجزاء مثلا هذا إصبع يعني في علاقة بالإدارة قدراتك الإدارية هذا الاصبع في علاقة بالقيادة وهكذا يعني كل اصبع كل بصمة هي مش تعكس قدرات معينة هذاك علاش من بعد يمكننا البرنامج الكمبيوتر كذا اللي هو فيه يعني قاعدة بيانات تعود لدراسة علمية ربما شملت أكثر من 500 ألف بشر يعني نعم. هذاك علاش اليوم كما قلنا تم تحديد 21 نمط للبصمة اليوم من خلال كما قلنا تفاصيل البصمة وشكلها وما إلى ذلك يمكن الحديث اولا على قدرات الدماغ على قدراتنا القياديه الاداريه ذكاءاتنا المتعدده حتى قدراتنا في علاقه بالحواس الخمس يعني طبعا ديما نحكيه على كل ما هو فطري ونفس الشيء يمكن الحديث على الميولات الفطريه اي مجال عمل ينفع او يتلائم مع هذا الشخص يمكن الحديث كما قلنا على شخصيه الانسان حسب نظرية ديسك يعني كما قلنا ما يميزها سماتها وما الى ذلك يعني هذاك علاش قلنا هذه المعلومات مهمه في تربيه ابنائنا في التعامل معهم في قرايتهم في توجيههم في بعث المشاريع وفي علاقاتنا الانسانيه مهمة في الجانب الأسري والاجتماعي ومهمة حتى في الجانب الاقتصادي خاطر اليوم مؤسساتنا بحاجة زادة في لتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب بحاجة تعامل أفضل مع الموظفين فهمهم تواصل أفضل معهم حتى في عملية التحفيز تحفيز موظف تختلف على تحفيز المهم نعم التحفيز نعم أه الحاجة اللي أنا نحب نضيف عليها يعطي صحة خليفه أنه اليوم أه وقت اللي أنا نخو موظف ما ينجمش يكون في الأرشيف يعني على اي على اي استعداد حطيته او شنو المقومات اللي انا اعتمدتها اليوم باش نحط الموظف هذيك في الوظيفه هذيك وقت اللي ما نبداش نعرف شنو هو ميولاته وشنية هي مهاراته وامكانياته وقدرته في انه يكون في البلاصه هذيك اليوم في العالم تقدمنا ما عادش السي في يكفي ما عادش مجرد السي في نتاع الموظف يكفي شهادات لا تكفي ايه. نعم. اليوم القدرات نعم القدرات لازم نعرفهم القدرات الميولات وهذيا ما نجموا نكتشفوا كان علميا عبر تقنيه البصمه. وعلى فكره حاجه واحده باش نقولها تحيه لجميع الممثلين لهذا المشروع لانه احنا عنا في كل ولايه ممثلين واكيد راهو الحاجه هذه باش تعاون برشا اسر وبرشا عائلات واللي يبحث على اكتشاف ذاته ما عليه سوى انه يبحث عن طريق تحليل البصمه. شكرا لك سي خليفه شكرا على حضوركم معنا كذلك لبنى بدوي شكرا, شكرا لك يعطيك الله صحه بتبيع. هكا اختينا فكره على البصمه ومدى تاثيرها بصمتنا في حياتنا وان شاء الله جاي خير لنا الكل يا رب احنا باش نمشيو في الاطلاله الاخيره مع شيف اسماء بتبيعه والدباره اللي حضرت يعيشك منى وهني كملنا هذا الجلسه نتاع البارح كنت ندرسي فيه توا في ساعه نبدا بالمقلوب ساعه المقلوب هذه هو بعد ما حبيت الكعبه نعملتهم كبار تنجموا تعملوهم اصغر حبيت نعمر الكعبة قدامكم هذه جبن بعد ما ذاب هوني مانيش باش نحط الهريسه على السلطه على شيء خاطر كل شيء محطوط في وسط الصوص هذه اللي عملتها ام بكري ها هي هذوكم ياسر شهيو تنجموا هكا البصل ما اشتروا فيه الخضره الكل ما اشتروا فيها هكا تحطوه في الجنب هذايا اللي من هنا وجنب اللي من غادي نجمو زاده تخليوها حبيت نوريكم كعبتين نجمو زاده نخليوها محلوله هكا كيف كيف البيتزا هنا طبق متكامل فيه فيه ال... الفرينه يعني فيه نشويات فيه عنا الخضر عنا الورقيات عنا الخس عنا الفلفل عنا البصل عنا الطماطم طبق متكامل بيان سور ما زيدوش معاه برشا حاجات اخرين على خاطرو يتسمى كبير شويه الكعبه هذه هي كعبه المقلوب وهاكا انتم كيف تحبوا تسكروه بيان سور باش تهزوا الطرف هذي الطرف وسكروا المقلوب نتاعكم سينو انا حبيت نوريكم كعبه مسكره وكعبه محلوله باش تشوفوا الحشو اللي من داخل انا راني ما نحبش كيف نعمل فاخس ما نبداش نهز بالحاجه هريسه وحدها مايونيز واحد الكريم لا نحبوا كله مخلط في الدجاج الدجاج يسر طري كيما تراو في لونه مستحمر شباب هذا يا نعاود نعاود لكم الروسيت نتاع البات نتاع المقلوب اللي هي رطل فرينه 5 جرامات خميره فوريه 5 جرامات خميره جاتو 10 غرامات ملح ومغرفه نتاع ماكله سكر من غير الزيت عجناه بالحليب فقط ارتاح نص ساعه من بعد كورناه وحليناه ودخلناه طول للفور من غير ما خليناه يرتاح بيان سور على خاطر باش ما يجيناش فيه هواء وما يجيناش كيما الخبز هذا الجلاس هوني نكمل نحط فوقه كعبة فخاز تنجموا تحطوا فوقه ما انا شوكولا اي غابيل للجو اما هوني عملت كعبة فريز خاطر مازال وقتهم ماذا بيا ان نغتنم الفرصه ونكمل نزين به هذو لي 3 بخفا هذايا والفخاز الفخاز وال بيان سور انتم درسيو خير مني في الدار انا اه هكا مزروبه صحيت مزروبه <applause> حبيتكم الجوز أنا, ايه انا مني انا اليوم من <applause> هذا يا جوز حبيت اه نوريكم القوامة نتاع الكلاس اه جلاس جلاس كلاس هاو اه كيما تراو فيه غزروا ها له ها ونغزرولو قاعد قاعده ترولى كيما تراو فيه كلاس بنين على الاخر نعاود نذكر به منا 800 ملليتر كريم ليكيد اللي هي الكريمه الكريم فريش معناها ليكيد ومعاهم 400 جرام حليب مركز نرحيوهم مع مع بع بعضهم ما نخليهمش يعقدوا برشا من بعد نزيدوا لي بارفان اللي نحبوا عليهم هذايا بوفريوه عجينه نتاع بوفريوه طيبوها مليح وترحيوها لين تولي بات والغله اذا كانت تحبوها تصبر مش تاكلوها في نهارها كيف كيف مثلا رطل فريز عليه 100 جرام سكر و قارس جيب حبيبي اسمع على الجلاس دار اسمع على الجلاس على الجلاس. لحد لحد حسيت جيب على مشاهدين هكا نوصل نوصل البرنامج بعد جيت نهار لابسه بلا آه. ريت كيفاش <applause> أز... راني لابسه طالون راه باش نقول لكم لا لا حتى طول الارض عنده يعطيك الصحه شيخ، اسما شكرا ليك على الدباره بالطبيعه اللي <applause> <applause> <بشقولك> قدمتها لنا اليوم وان شاء الله غدوه اكيد في <applause> دباره جديده مشاهدينا ردوا بالكم على رواحكم على عزاز عليكم أه لبس الكمامه غسل الايدي والتباعد الجسدي ويفضلكم اللي ما قيدش يقيد في منظومه ايفاكس للتلقيح أه هكا اذا نوصلو لنا برنامجنا بالنسبه اليوم وعدنا يجدد معكم ان شاء الله غدو ابتداء من العاشره صباحا إلى اللقاء